السلام عليكم، اهلا اخواتي حبيباتي، كراكم دايرين؟ لاباس غايه الحمد لله. اليوم جبت لكم حريرتي انا تاع الصيام. هذا ما كان، هذه كما راكم تشوفوها ما هي خفيفه ما هي ثقيله، مع الليم مع القزبر مع رشه تاع كرويه في الاخر تجي تهبل مع بوراك. عشاتنا تاع الصايمين مع شويه سلطه ولا تجي ما شاء الله. صيامكم في الجنه ان شاء الله. بسم الله، هذه الحيرة تاعنا كامل التوابل، زدنا زرعت بسباس وحبة حلاوة، حب بعد كل شيء نطحن، حبة بصل كبيرة، حبة طماطم، حبيبات زرودية، كورجات، كابوية، شوية بطاطا، جوا تاع فلفل. هذه مرمز، اللي يبغي يدير تشيشة، اللي يبغي يدير شوربة. أنا درت هنا فريك، زوج مغارف كبار، معدنوس، قزبر، وكرافس. بهذاك الكراكس تاع الصدر، هذاك الدجاجة اللي ما نحينا على العظم، العظومة اللي يبقاو نتاع بهم يجي عشاء اقتصادي. كما راكم تشوفوا، نحطوا الزيت في كاسرونة ولا قدرة ولا اللي عندكم، والماء دايما يكون يغلي مليح، دايما خلوه يحمى مليح الزيت. تحطوا البصلة كبيرة ولا زوج بصلات ولا مقطعين كبير، معليش. من بعد كلشي نطحنوه، طماطم، كل واحد يدير على حساب الافراد تاع العائله. ندير لك العظومه هذوك، حتى ما يزال باقي فيهم اللحم، نقلوهم مليح. نزيد الخضره، بطاطا، كابويا، زروديه مقطعين عشوائي، معليش. تحبوا تكبروهم تحبوا تصغروهم. هذه سوب خفيفة، هذه طماطم كونسونتخي حرحرتها بشوية ماء، حطوها تقلى في الأول باش تروح الحموضة نتاعها. إن شاء الله في رمضان ندير لكم حريرة تاع بصل. هذا حمص كان طايب نص طياب، نزيدوه. إن شاء الله ندير لكم حريرة على أصولها تاع بصل باللحم الخروف وكامل. هذه تشيش أخرى، البرمز نحطو عليها شوية ماء غالي، نشلوها شحال من تشليلة ونخليوها حتى نطحنو الخضرة ونديروها هي الأخيرة، نديروها في التالي، نتقلى غاية. نمرقو بالماء الغالي دايما يكون حامي. هادو التوابل، سكنجبير، راس الحانوت، يا العطرية، فلفل أحمر، شوية حلبة، كلشي توابل. زرعت القزبر كلش، كمل تكثروا شي شويه. الكرويه نخليوها حتى الاخر حتى التالي، وهي تنطفي ولا نديروها. نمرقوا بشويه ما نزيدوا نحركوا باش التوابل ما ينحرقوش. انا موافقه ندير فيها حبيبات فول، هنا ما كاش عندي منقي الفول، يطلق بنا ما شاء الله. نزيدوا هنا الكرافس والقزبر والمعدنوس، ونخليوها الربطه تاع القزبر حتى التالي، نزيدوها في الاخر. هذاك جواد الحار تاني تاع الاخر يطلق ريحه شابه. هادي مرمز نخليها في الماء تنتفخ شويه، من بعد ما كنت شليلتها شحال من تشليله نبلو عليها، خليناها طابت. هاني نحيت هذاك العظم مع هذاك الكراكس تاع الدجاج، اللي يبغي يدير باللحم ولا يدير اي حاجه اللي يبغي يدير. نحيت هذاك القزبره كربطه قلعتها، نطحن بالميكسور. الى حسيتوها ثقيله زيدوا عليها، زيدوا مرقوا بالماء غالي باش تخفف شويه، باش مازال الشيشه الاخرى المرمز ما طيب باش نجبرو يطيب. فاش طيب كاين اللي يسميها البرغل مرمز، هذه اللي يبغي يدير حبيبات روز، حبيبات شوربه، حبيبات سنطير، اي حاجه. حبيت ندير وجبه صحيه، حبيت ندير الفريك. طحنوا كامل الخضره باش ولادنا ما يحسوش بالخضره كامل. طافيه على النار بلا ما طحنت، نشعل النار دابا هكا، نخليوها حتى تغلى مليح، عاد نضيفو الفريك.
هنا نضيفو الملح تاني، كل واحد نضيفو وندوقو، كل واحد شحال يبغي الكمية. صفيت الماء اللي كان فيها في فريك، رميت هذاك الجوات على الحر، اللي ما يبغيش الحر ما يحلوش، واللي بغى الحر يحلو يطلق الحرارة. نضيفو هذاك الفريك، نضيف هذيك القزبر هذا في الاخير باش يزيد البنة، تجي ما شاء الله. صيامكم في الجنة، استودعكم الله، مع السلامة. معلم. هذا محل تاع اكسسوارات، حوايج تاع تزيين المنزل. ان شاء الله تعجبكم الجولة، فرجة ممتعة. هذا البراد مع الصينية والكيسان تاع لاتاي، هذه فوانيس رمضان. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. البيض تاع الحمام تقليدي، هذا المحل جاي في العربي بن مهيدي بوهران،
بهم الامر يسالنا في التعليق، تعليقات نرد عليكم ان شاء الله. مع السلامه، استودعكم الله.